انضم لنا من دوسلدورف بالمانيا المتحدث باسم حركه فتح سيد جمال نزال. اهلا بحضرتك معنا في مصر جديده. اذا اقترب شهر رمضان الكريم واسرائيل او الكيان الصهيوني وامريكا عندهم مخاوف من هذا الشهر في فلسطين لخصوصيه خاصه جدا، يعني خاصة في موضوع المسجد الأقصى ومين يدخل ومين ما يدخلش. هل ممكن لو الوضع استمر على ما هو عليه يحصل انتفاضة ثالثة؟ وهل ممكن أصلا الوضع يستمر على ما هو عليه لغاية رمضان؟ يعني هو اللي بيحصل في تأثيره علينا زي الانتفاضة الثالثة وما نتج عنها أو فيها وخلالها من السور الواقع اللي عمله شارون للنيل من مؤسسات السلطه الوطنيه الفلسطينيه. وحضرتك تكلمت قبل شويه عن الفاقه والعوز والجوع الذي يعانيه الشعب الفلسطيني. ده يا مدام انا عندي 53 سنه عشت في فلسطين وعمري ما شفت او سمعت عن مجاعه حصلت في فلسطين منذ النكبه. صحيح، الخير دايما كان في فلسطين. الخير في الناس وفلسطين وما حولها. نعم. لا احنا شفنا مجاعه في فلسطين ولا ما حولها. ده كل الخير، ده مجتمع لا يعرف المجاعه. دي اول مجاعه في العالم تحصل وعلى بعد امتار من المكان اللي فيه مجاعه، اكل كتير، يعني مئات الاطنان من المساعدات مرصوصه بس مش عارفين ندخلها. هو كده مصر ذاخره بالمساعدات اللي تمر فيها وتاتي منها. والنهاردة الحمد لله قدرنا نعمل إسقاط للمساعدات، طبعا مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا. حضرتك احنا كفلسطينيين متأكدين ان العالم العربي من حولنا يتفجع ويتأسى مما يرى، واحنا نعرف ما بقلوب المصريين، لانه عندما يصيب مصر ضائقة نشعر بها ونعاني ونتألم، وعندما يحدث شرور في سوريا ولا في اليمن ولا في اي مكان، لان ده كله دم واحد وشعور واحد. وعاوز الفت نظر حضرتك والمستمعين الكرام، اللي تفعله اسرائيل بالشعب الفلسطيني يعكس نظرتها الحقيقيه للجوار العربي. هم صحيح يعني حاولوا يتغازلوا مع بعض الشعوب ويخدعوا بعض اهلنا في الخليج وعملوا ايه، عاوزين ياكلوا جعلهم حلاوه، بنحبكم ونعمل تطبيع معاكم، لكن الممارسات اللي بتتعمل في الفلسطينيين هي المكنون الحقيقي لما في الدماغ والقلب الإسرائيلي من قسوة وفظاعة نادرة الوجود في القلوب البشرية. ده اللي بيتعمل في الناس لم يكن في مخيلة أكثر الناس شرورا وقسوة. سحق الأطفال بهذه الطريقة، عمرنا ما شفنا حاجة كده. يعني حصل إبادات في شعوب أخرى نعم، ولكن ليس ضد شعب مسجون. حصل تجويع في بعض مقاطع البلدان الأخرى نعم، شفنا مجاعات وتجويع مقصود في دول أخرى، ولكن هذه الدول كانت مفتوحة الحدود مع الجوار أو كان بمستطاع أهلها أن يفروا إلى حيث النجاة. ولكن الفريد والشاذ فيما يحصل الآن هو أن إسرائيل تقصف شعب محاصر مجوع غير قادر على الانتلاف من براثن هذه السطوة الميدانية والعسكرية، وكأنهم في أحيان يتسلون تسالي بيضيعوا وقت. نعم. كده هل من مصلحة إسرائيل المفروض أن الوضع ما يبقاش كما هو عليه لغاية رمضان؟ إن إسرائيل كأنها فاقدة الصواب. إسرائيل يحكمها اليمين الإسرائيلي منذ عام 96، وهو عاوز بس يستغل الخوف ويستعدي جواره من اجل ان يثبت لجمهوره انه مستهدف في وجوده. اسرائيل طبعا عينها الان على الاقصى، وهي تراهن بتقديري على تصرفات غير محسوبه من حماس، مثل على سبيل المثال رفع رايات حماس في المسجد الاقصى لكي تقول اسرائيل اها تعالوا شوفوا دي حماس احتلت المسجد الاقصى واحنا لازم بقى ندافع عن نفسنا. وطبعا حماس مشهوره بانها قادره على تصرفات غير محسوبه من هذا القبيل، وهذا احد المخاوف التي يعني تكتنف هذا المشهد. نامل ان تفوت حماس وغيرها الفرصه على اسرائيل المتربصه بالمسجد الاقصى. ونحن يعني شفنا انه اسرائيل مش عاوزه تعمل تهدئه في الضفه الغربيه، قد تكون مقبله على
شكل معين من التهدئة المؤقتة في غزة، لكن هذا يجب أن يكون مرتبط في تهدئة شاملة مع في الضفة الغربية بما فيها القدس ووقف الاقتحامات والاستفزازات الإسرائيلية. الإسرائيليين يتسلون فعلا في إزاء مشاعر الشعوب العربية والإسلامية، ويقومون بخطوات رمزية ذات أبعاد نفسية مدروسة ومقصودة. يعني أحيانا يوم العيد بيقتلوا طفل كده علشان ينغصوا على الشعب الفلسطيني. دول ما بيستحملوش يشوفوا أن الشعب الفلسطيني مرتاح يوم واحد. هم مش عايزين يشوفوا الشعب الفلسطيني أصلا، هم عايزين يبيعوه. لا الفلسطيني ولا غيره. دول بيغاروا، دول حضرتك دول بيغاروا من مصر، بيغاروا من النيل، بيغاروا من بنات لبنان، بيغاروا إذا الفلسطينيين فرحوا، بيغاروا لو عملنا احتفالات في التوجيهية لما بينجح الولاد عندنا. لدرجة أنهم لما تم الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى في الضفة الغربية طلبوا من اشترطوا على الناس عدم إظهار مظاهر الفرح. ده شيء غريب، دل على سجية وسليقة منحرفة إنسانيا. ده مش طبيعي، دي مش الفطرة اللي ربنا خلقنا عليها، دي مش الفطرة اللي خلق الناس عليها. ده يعني هم بيعتقدوا انه يعني الشيء الخطير في الامر كمان انهم بيعتقدوا ان زيادة العنف والتصعيد والتخريب والحروب يقرب يوم القيامة حسب مفهومهم. وهو طبعا المهدي لن يأتي الا عندما يعم الفساد في الارض، فهذا دورهم طبعا انه يعمموا الفساد والشرور والقتل والذبح والتدمير. لكن احنا شايفين الضغط اللي ايضا يقع على مصر، وطبعا التهجير كان من المخططات الأولية لما تريد إسرائيل. السياسة المصرية حتى الآن نجحت في قطع الطريق على هذا، حتى الآن أقول، ومصر ورتهم العين الحمراء حتى الآن، لكن الضغط على مصر مستمر وحيستمر، ومصر متضررة قد يكون من الدرجة الثانية اقتصاديا وإلى ذلك، وعلى صعيد المشاعر طبعا مصر متضررة، لكن المستهدف هو أيضا أراضي مصر. يعني التهجير كفكرة ومخطط هو مقصود به أن تنقل. والحقيقة رئيس السيسي منذ اللحظة الأولى وضع موضوع التهجير وتصفية القضية الفلسطينية كخط أحمر من بداية الأزمة. طبعا ما هو سيادته أعدهم بالمرصاد، بمعنى أنه عارف مرامي المخطط الإسرائيلي، عاوزين يحطوا في سيناء ناس، وطبعا ده حيقلقل لا سمح الله الوضع الامني في البلد. مش علشان الحضور الفلسطيني يهدد مصر، بالعكس الحضور الفلسطيني مكسب لمصر ومكسب للفلسطينيين، لكن ده الخط الاحمر مش عاوزين. صحيح، مش عاوزين كده، بنصفي القضيه الفلسطينيه. مش عاوزين المساس بوحده الاراضي المصريه، هتبقى ارض من غير شعب، يعني مفيش قضيه. عاوزه تخلق قلاقل امنيه. نعم. في سيناء لكي تبدا بقصها وتقول لمصر. هل أعلنت حكومة نتنياهو قراراتها بخصوص تنظيم الدخول للمسجد الأقصى؟ إسرائيل تتربص للمسجد الأقصى، ودي خطوتهم القادمة باعتقادي. زي ما شفنا في الأعوام السابقة، دول لما بيكونش مشكلة بيدوروا على مشكلة. ما ينفعش أنهم يقعدوا عقلين، ما ينفعش أن يسود الأمان والإطمئنان، ما يقدروش يعيشوا من غير نكد. ده أسلوبه. يعني الفلسطينيين بيكونوا عاوزين يصلوا في المسجد، ما ينفعش، لازم يقطعوا طريق الفلسطينيين على الصلاة. ده حد رايح يصلي، حد رايح يتعبد ويعتكف، يقوموا يقتحموا المسجد الأقصى بمئات الجنود المدججين بالسلاح يضرب الناس في النار في الحية أو في الذخيرة الحية أو في المثيل للدموع، يعتقلوا الناس. يا أخي مالكم ومال الناس؟ ده واحد رايح يصلي بس، يتعبد، ينسحب من كل شؤون الحياة، يروحوا يلحقوا الناس، يضربوهم، يطلعوهم من المسجد الأقصى، ويستفزوا مشاعر المسلمين. شيء مريض. طبعا. طيب اتفاقيات الهدنة، ازاي حضرتك قريت بنود هذا الاتفاق الأخير؟ يعني أنا مش عاوز أتكلم باسم حماس ولا أتكلم عن حماس، اللي هي طبعا قامت بهذا الموضوع أملا بأن يتم الإفراج عن جميع الأسرى، وأن يتم يعني وقف كف اليد الإسرائيلية عن المسجد الأقصى. الآن يعني شروط حماس أقل من ذلك بكثير، هي تفرج عن أعداد معينة من الرهائن مقابل وقف إطلاق النار. يعني إذا كان هو ده اللي حنوصل له، فإذا كانت الفايدة إيه من كل اللي حصل؟
ومع ذلك احنا بنقول ان لازم شعبنا يحصل على فترة انتقاط الأنفاس في شهر رمضان على الأقل. ونحن نعرف أن المطلب العادل هو وقف شامل ونهائي، والمطلب العادل أن الفلسطينيين يدخلوا المسجد الأقصى يصلوا التراويح ويصلوا بأمان، مش بالزبط. بس الصلاة ده حد رايح يصلي بيكون رايح. هم طبعا بيشوهوا صورة الإسلام والمسلمين ويقولوا ده لا شهر رمضان ده شهر العنف. عنف إيه؟ الناس عاوزة تصلي وتفطر وتتسحر وتقوم وتعيش، ومش عاوزة حاجة أكتر من كده. الشعب المسلم عاوز يعيش بسلام، ورمضان أصلا ممنوع الحرب فيه. رمضان مش شهر حرب، من أشهر الحرم إذا أنا مش غلطان، مش كده؟ فالدعاية بتاعتهم كلها إنه ها اقترب شهر رمضان، يعني اقترب العنف وأيام الغضب والأعمال الإرهابية وما إلى ذلك. ده كله دعاية تبرر النوايا الشريرة بتاعتهم. وهم طبعا كل ما هو ما بيعملوا كده ليه؟ لأن كل ما بيتصاعد العنف وتخيم أجواء التشاؤم وأعمدة الدخان، الجمهور الإسرائيلي بحالة طبيعة يعتقد أنه بحالة تهديد وجودي، مما يبرر أنه يذهب إلى التطرف بصوره الأكبر وهي اليمين الإسرائيلي. دي لعبة اليمين، هم بيعملوا كده عشان اليمين يفضل حاكم لأبد الآبدين. نعم. وإن شاء الله نرى يوم يخسر السلطة الإسرائيلية. نعم، أشكر حضرتك شكرا جزيلا سيد جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح طبعا.